هذا رجال في قديم الزمان يعني جوه عياله وبيته وله بقرية، يقول الرجال منعم وبوظيفته طيبة، يقول وعياله اللي يدرس بلو ابتدائي واللي متوسط واللي بثانوي، يقول العطلة مقبلة، يقول ما هي بريضة، يقول قالوا عياله وامهم يا يبا حنا ما كشيت مثل الرياجيل، يكشتون لهم محال زينة والعطلة جاية. فأنا يعجبني الرجال اللي يعجب مثلا عياله ويكون عياله وامهم ويتحفهم لما جت وقت الإجازات. والعمرة لا تنساها يا أخوي، ترى العمرة بالدرجة الأولى لها أجر عظيم، وتربي العيال مثلا على طاعة الله. يقول قال أبشروا بالخير، العطلة إن شاء الله جاية. يقول كل ما جاء الرجال من العمل يقول فتح لهم بقالة، يقول وكل من جاء يقول جيب خبزك معك، يقول ويجي الأول ثم جاب الخبوز والثاني والثالث، ولا جاء يقول له على طاولة المطبخ يقول خبوز بعضها فوق بعض. قال يا أم عيالي يا والله ما نخني بنعمة رب العالمين، ترى الناس إن يأكلونها بعضها مبطي، لكن أنت شوفي كرتون الثلاجة سبيل ذا كل ما جاء شيء ولا كلوها العيال افسخي مثلا الباغة عنه حطيه بهذا الكرتون وخليه ينشف، وفيه راعي صاحبنا راعي غنم يمكن ناخذ منه ذبيحة ونجيب له إن شاء الله هذا الخبوزة اللي ناشفة الطيبة الممتازة قدام إنها مثلا تعفن. قالت والله أني ناهيتهم. قال أنا قايل راعي البقالة لمن هذا لك 10 تريل بالخبز يوميا، شفت يسجل العيال وأنا أسددك بآخر الشهر ما علي تيسر اليومية هذه. يقول زبر والخبوز من جاب خبز معه. يقول والله النعمة هذه لازم أنها ترعى ولازم أنها تحسن ولازم. يقول الرجال أخذ لفترة، يقول جت العطلة، يقول يوم جت العطلة يقول له والله كرتون الثلاجة يقول على كبره يقول له مليان، لكن فك الله من التعفن ومن البغات هذه. إيه قالت يا أبو فلان العيال ترهم يبون إن شاء الله تمشي الطيب، يبون لهم محل ما فيه أحد. قال والله أني خبر محل والله ما فيه إلا الطيور، ما فيه إلا الطيور فوق من روسر، وحنا حالهم بننزل يبي يجي نزل الطيور إن شاء الله، وخبر لي فيها بير ولا ينزلون إلا الناس الرجل، أما سيارة تراها ما تنزل. قد عندك سوبرمان جديد ما شاء الله وطيب والعيال بالحاجة. قال يوم فلان اليوم الفلان الثاني إن شاء الله من العطلة كل شيء له ألواني حق الطبخ وحق القهوة، ولا تشيل من الطعام شيء أبد. يقول حوالي 4 أكياس أو 5 أكياس يقول مصفوفة نظيفة. يقول وين تبي توديها؟ قال بوديها رعى الغنم اللي قدامنا إن شاء الله، ولا تأخذين شيء أبدا إلا السكر والشاهي فقط، وأجيب لكم حليب وأجيب لكم تمر إن شاء الله ونتوكل على الله. راح الرجال يم حق الرحلات هذا واخذ منه خيمة، هو مع سوبرمان جديد، واخذ منه بركة، البركة هذه اللي تنفخ بطرمبة يعني مسبح، واخذ لها ألوان اللي مثلا يحتاجونها مثل. هو وصل المرة لا تأخذ إلا قهوة وشاهي، جاب لهم حليب وجاب لهم تمر وجاب لهم عدة السفر والخيمة، توكل على الرتب والعيال ما شاء الله. قال لا تأخذين شيء قدامنا بقالة، نأخذ منه رز ونأخذ منه اللي تبون. هو عنده حاجة ثانية وهم دري عنه تخطيط. قام الرجال ومشوا مر على الغنم، إيبا نسيت رعى الغنم لا تنزل الأكياس هذه. قال يمكن بالأمر خيرة، يمكن بالأمر خيرة، توكل على الله. المهم يوم من هذا يقول له والله هكا فيه بير، إن يقول لها بوادي والوادي هذا له جرفة ولا يمكن تنزل بالسيارة. يوم منها أقبل عليه يقوله ينزل المسحة، قال يا عيالي برحلنا طريق ينزل السوبرمان معه، برحوا له طريق ونزل السوبرمان. يوم من هذا لا فيه بيرن تدوردها يوم منها بدوي يوم معها غنم بيرن، يقول لما جاء المطر سبحان الله يقول تمتلي الآخر. مشى لين صار على طريق على جنب البير، نزل الخيمة وبناها ونزل الدلو، ترى خد دلو بعد من راعي الرحلات، يقول برشاها، يقول داري إن شاء الله إن الأمر متيسر، ويبي يعسف عياله عن الخراب وعن الأمور اللي ما تصلح. يقول بنى الخيمة ونزل الدلو ونزل هذا المسبح، يقول عباه بطرمبه يقول له صارت بركة. قال عيالي هذه الدلو وهذه البير وتوكل على الله
وملوها، وهذه الكور وهذه النبيطات ترى فيها اليوم نزل، فيها العصافير هذه تدخل ويدمونا وكرمونا. المهم قام الرجال وسحب، وين سحب؟ فيش السويت من الدقمة من السلف، علشان انهم لا منهم هذا تعبوا ولا شيء، قال نبي نروح، بيقول الموتر خربان. الرياجيل انعموا، قال يوم ان غابت الشمس قالوا واشتغلوا بالكوره وبالتمشيه وبالسباحه وعينوا خير. قالوا يبه والله انا مشتهين الغداء. قال الغداء والله نسينا، اي الله مكتوب خير، لكن عندك ملك يا سمراء هذه نظيفه يا ام فلان، حطي بريدين كبار، واحد شاهي وواحد حليب والتمر والقهوه، وخليهم ياكلون، اسحبي لهم خيشه من الخياش هذه. يقول على الحليب وعلى الشاهي. يوم اخذ قال عاد شوفوا النبيطات ذولي ترى شو اسمه هذا الطلح ذا مل الوادي، ترى اليوم عليه نزل وعلى خير. وكل ما اخذوا شوي والله جايبنا هذا جايب له 5 دخل 10 دخل، سووا ودامات على وين؟ على هذه الاكياس اللي عايفينها قبل، يقول ودها الغنم. يقول اليوم انا الاولى، يقول والله الكيس فاضي، يقول مخلصينه، اي اكلوه ما عندهم غير شيء، لا رز ولا شيء ولا. اليوم انا الثانيات الكيس الثاني اليوم. قال الرجال اخذ حوالي نص شهر، والرجال عيال يسبحون ويلعبون بهالوادي اللي ما فيه الا طيور. يقول اخذ له مده، قال يوم هذا قال والعيال شبعوا من السباحه واللعب والخير، قالوا عادي بنبي البيت هناك، المدارس ان شاء الله انها عايده حالحين، ونبي محلنا ونبي الرز ونبي الكبسات. قالوا انتم ما شبعتوا؟ قال والله انها احلى ذوق ذقناه، على دخل وعلى مرق وعلى حليب وعلى شاهي، هالاكياس هذا وين بنوديها الغنم؟ قال هذا حسن الطعام، لازم تحسنونه وتعينونه خير، ترى به ناس حنا بغى نحط لكم بالثلاجه وتقولون هذا امس ما يصلح، ونظفناه لكم، والان 4 اكياس اكلتوها والحمد لله وهنيا مريا. قام الرجال وشغل السيارة واركب عياله ورجعوا لمحلهم، قالوا والله أخذنا رحلة أنها ما توجد بالعالم كله، سلامة الجميع، بيض الله وجه. هذا ما تيسر، بيض الله وجه. وانتم سالمين. هذا طبق مقولة اخشوا شنو فإن الدنيا فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. حفظ النعمة أسلم. أنا جبت آية يمكن في موم